غيري طبعك يا منيرة. يا منيرة وين؟ خلصي رجاء تحط لسانك بلهاتك وما تكلمني. غصبا عليك حاجش بأي وقت. ليرا بطل الباب تأخر على الدوام. وين؟ خلصي بطل الباب يلا بسرعة عند الدوام. وجع زين قام تسحرين الحين ما عرفت قاعدين من النوم عشان أكل معك؟ تضحكين ها؟ أنا أعلمك بعدين مين راح يضحك بالأخير. هين دومي وينهم؟ وين ملابسي؟ أقطع إيدي من هني مو من هني من هني إذا أنت صاحية بس أنا عندك. ماشي يا أمينة ماشي والله بتضيعين. أنا تسوين فيني كذي؟ وين الصابون والشامبو؟ كليتين مسخرة وينهم؟ رجاء تحط لسانك بلهاتك وما تكلمني. أنا مو أمس أكلمك أنت تحقرني ما ترد. الله ياب حق اليوم إن أنت تكلمني وأنا ما رد عليك. وأنا ريلك قصبا عليك حاجش بأي وقت. يوه أنت الحين مو عندك دوام وليش ما قعدتيني؟ ليش ما قعدتيني؟ عندي دوام تأخر دوامي. خلاص روح دوامك فكري خلاص طيعة. وترى أنا عناد ما قعدتك من النوم كذي كذا بك تأخر. هاي موت. تضحكين ها؟ ما عندك ترى اي احساس بالمسؤوليه. ما عندك دم كلش. بس على فكره ترى انا عارف كل شيء وانا الحين عرفت قدري عندك. ايش قصده؟ معقوله يدري من زمان وما كلمني؟ شلون؟ اوه من فتره قال لي ابي هال. لا لا مستحيل يعرف. منو؟ حصة ايش فيك لا يا كبدك؟ امي فيها شيء؟ لا ما فيها شيء. يا يطمن عليك. ايش فيك؟ متضايقة. انت ورايش لحين ما تراضيتوا؟ اقول لك حصايص قبل لما كنت ازعل منه كان ما ينام الليل الا وانا راضيه وكان يفرش لي الدنيا ورد والا انت من نور. الحين متغير 180 درجه ما ادري ايش فيه.
ما ادري ايش توه بعد قبل لا يطلع قط علي جمله هالكبر هالله وكيلك. ما ادري احسها داره. داره بشنو؟ داره اني اخذ حبوب بعد شنو؟ حبوب؟ حمل. وانتي ليش قاعد تاخذين حبوب؟ مو انتي قايله لنا تبين تبين ولد؟ كنت امثل عليكم يا اخي، امثل عليكم اتشذب. تبين اسمع كلام امي وادبس الريال فيني واجيب الولد؟ لا حبيبتي. تدبسين الريال فيك؟ يعني تدرين انك دعله والعيشه معاش تجيب المرض؟ تمني كلامك ها؟ تمني كلامك قوم طورقك الحين، تمني كلامك شغلت بيتي. اي كلام حبيبتي اي كلام. ترى نص الرجال اللي طلقوا حريمهم عندهم كوكش يا هال، لا الولد ولا البنت اللي بتسيبينه بخليه يتعلق فيك. وبعدين حبيبتي شكلها هالمره صجمل منك، وشكلك بتين تعيشين بيت امي بتقعدين على قلوبنا. معوزك حبيبتي يعيش عند امك، مجنونه انا ناقصه عقل. لا حبيبتي، باجل لي شقه واعيش مستقله حريه نفسي. والله عاد هي اللي تبي الفكه منك. ريلك وين الحين؟ بالدوام. من نور حرام عليك، ريلك خوش واحد ولد ناس ويحبك يخاف عليك. انت متى بتغيرين من طبعك الخايس هذا؟ ليش كل شيء منيره؟ غيري طبعك يا منيره، يا منيره تنظفي يا منيره. ليش كل شيء منيره؟ ليش ما هو شوي يتنازل ويغير من طبعه؟ بعدين تو قال لي ثواني اقول لك شيء، من يوم ورايح انا بالصاله وانت بالغرفه، تفهمين؟ خلي يكون قد هالجمله وماشي. انا علمه من متى هالكلام؟ تو قبل يروح الدوام. وانت كذي عادي ما عندك اي احساس لا ذمه ولا ضمير؟ بفهم انت شنو؟ لا حبيبتي، ليش ان شاء الله تبيني ازعل عمري واكدر خاطري عشان خاطر ريل؟ لا حبيبتي مو ستايلي. بعدين تدري انا قريت بالنت شنو؟ اللي يزعل وايد تطلع له تجاعيد بوجهه. ليش اطلع تجاعيد بوجهي وهو ياكل من شبابي ويستانس؟ اسفه. طب ايش طلب؟ ايش تبين؟ ظهري اليوم ما نمت، عدني عورني عورني عورني، بس ما ابي شد الكين، ابي اشعفي واللي يسلمك. ما ابي شيء، غسلي لي المواعين اللي بالمطبخ. بالمرة بعد الملابس انا ناشرتهم بس صفتيهم حطيهم بالكبت. ماشي، اول واخر مره، بس انا ماني مطوله برجع الدوام ابصم. ساعه زمان ما علي. يلا صابه فضيحه. عاشت تحصيص، عاشت تحصيص. ظهري ظهري. لا تنسين الملابس صفطيهم حطيهم بالكبت، الرف اللي على الثالث وتحطين بعد بكبته. في حركاته يا حصيص، خذ العصير. ماشي. شواك شواك ترى ما اشتغل عندك. اشتغل اختك انا الحصيص. ما قلتي لي صح الموضوع الخطبه؟ يعني يومين ثلاث وبيون ان شاء الله. شفتيه؟ لا للحين ما شفته. تعرفين عنه شيء؟ امي تقول عنده فلوس. وكان باخت ونطلع من الفقر اللي احنا فيه. انا اتزوج انت تطلعين من الفقر شكو. اختك انا شنو ما راح تعطيني فلوس يعني؟ اذا حاشك الخير ما راح تعطيني؟ انا بعطيك هذا. مسكي مسكي تاخرت على الدوام. زين والملابس ما علبتيهم ما صفطتيهم؟ انت سويهم. قاعده رباديه ما عندك شيء. وحبيبتي نصيحه من اختك، لحقي على ريلك قبل لا يطير في الهواء ششي، وانت ما تتجوشي يا حبيبتي. والله حصة ظهري عوني، انا توني قايلتلك.